محمد الحمصاني، مساء الخير على حضرتك. دولة روسيا وزراء النهاردة تفقد الموقع، وكان هناك أيضا تصريحات يعني توجيهات من جانب دولة رئيس الوزراء وهو يتفقد موقع الحريق داخل استوديو الأهرام، ولكن الحمد لله استوديو الأهرام لم تقترب منه النيران. مساء الخير يا فندم. في الحقيقة بالفعل الحريق فقط لم يقترب من الاستديوهات التاريخية، ولكن حصل تضرر لواجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وبناء عليه يعني وجه دولة رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني وتشكيل لجنة فورية من محافظة الجيزة بمعرفة محافظة الجيزة للوقوف على حجم الأضرار وبطبيعة الحال القيام بعملية الإصلاح بصورة فورية. طب ست بشار، ربما اللي شفتوه لي ان احنا كمان رحنا وعاملين تقرير في شقق اتدمرت بالكامل، ماذا عن الاهالي النهارده اللي بقوا بيتين بره بيتين في الشارع؟ بطبيعة الحال دولة رئيس الوزراء أكد على أهمية صرف الإعانة الفورية بمبلغ 15,000 جنيه كدفعة للأهالي المتضررين. دفعة مش مبلغ نهائي. لا كدفعة يا فندم. طيب ده مهم الكلام ده، لأنه الناس قالت لك 15,000 إيه اللي هم بيصرفوها؟ ده أنا تمن التلاجة اللي عندي ب 30-40,000 والبوتاجاز معرفش ب 15، والناس عاملة تحسب. طبعا كل واحد بيته اتدمر حسب حسبة كبيرة جدا، فلا 15,000 حضرتك بتقول إنها دفعة أولى. ليس دفعة أولى، ولكن دفعة كقيمة إيجارية، دفعة كقيمة إيجارية لعدة شهور، لأنه بيقاس القيمة الإيجارية كما أوضحنا في البيان الصادر اليوم أنه بتقاس القيمة الإيجارية على أساس مستوى الإيجارات في المنطقة الأهالي متواجدين فيها، وبالتالي تم صرف القيمة كدفعة إيجارية. ويعني بطمن حضرتك أنه عملية الإصلاحات وجه دولة رئيس الوزراء بأهمية أنه يتم الإصلاحات بصورة فورية بعد التأكد من السلامة لإنشائي المباني، وإن شاء الله الأمر لن يطول، الإصلاحات ستتم بصورة فورية، وبطبيعة الحال سيتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحريق، لأنه بطبيعة الحال الأهالي ليس لهم أي ذنب في هذا الأمر. طيب سيادة المستشار محمد، ربما أنا بتكلم النهاردة على كم أسرة تم حصرهم اللي هم تعرضوا، احنا بنتكلم قدامنا اهو العمارات والواجهات بتاعتها والحاجات اللي اتحرقت، واضح جدا طبعا ناس اتأثرت كتير، بنتكلم على عدد قد ايه حصرتوه؟ طبقا للمعاينه المبدئيه بطبيعه الحال كان واضح انه تضرر 7 عمارات وبعض الوحدات بشكل كبير، لكن بطبيعه الحال المحافظه ووزاره التضامن الاجتماعي ومحافظه الجيزه والجهات المعنيه ستقوم بعمليه الحصر الفوري لأصحاب الشقق والمباني بطبيعة الحال وصرف الإعانات لهم بصورة فورية. طيب حضرتك النهاردة لو بنتكلم على شهر شهرين إيجار للناس، ولا هل ممكن وارد أقصد يعني يكون مثلا يقيموا في شقق بديلة مؤقتة لحين إصلاح الشقق بتاعتهم، ولا هما بياخدوا فلوس ودوروا مع نفسهم؟ اليوم تم صرف الإعانة الإيجارية، وكمان شهدنا كان في بيان صادر اليوم أيضا عقب البيان الصادر مجلس الوزراء، صدر بيان من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن صرف الإعانات وتقديم الدعم لهم. بطبيعة الحال يعني الدولة لن تتأخر على المواطنين، وفي حالة ظهور أي احتياج لصرف إعانة لتغطية أي نفقات إيجارية أخرى أتصور أنه وزارة التضامن الاجتماعي لن تتأخر على المواطنين في هذا الأمر، وبطبيعة الحال كما ذكرت أنه إن شاء الله الأمر لن يطول، لأن الإصلاحات ستتم بصورة فورية إن شاء الله. إحنا ربنا كرمنا أنه الدفاع المدني جريوا بسرعة، الدفاع المدني حمل المنطقة دي امبارح من ربنا مع ستر ربنا من كارثة. بالتأكيد يا فندم، يعني كم الواضح من أثار الحريق أن الحريق كان ضخم، ويعني جهود رجال الحماية المدنية كانت على درجة كبيرة من الأهمية، ولذلك يعني دولة رئيس الوزراء حرص على توجيه التحية لهم اليوم خلال الزيارة الميدانية لمعاينة الوضع، لأنه بطبيعة الحال
في حالة امتداد الحريق في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، بطبيعة الحال يعني الخسائر كانت ستكون ضخمة، لكن الحمد لله يعني لم نشهد أي إصابات أو أي وفيات. وفيات في هذا الصدد، وده يعكس سرعة رد فعل الحماية المدنية لمواجهة الحريق. طيب، توجيه رئيس الوزراء وتكليفات رئيس الوزراء النهارده والقرارات العاجلة فيما يتعلق مين اللي هينفذ على طول الإجراءات وإعادة الوضع لما كان عليه قبل الحريق؟ بطبيعة الحال محافظة الجيزة. الجيزة من محافظة الجيزة من خلال الشركات المقاولات المعتمدة لدى المحافظة ستقوم بصورة فورية بتقييم السلامة الإنشائية للمباني، لأنه بطبيعة الحال لازم التأكد من عدم تأثر السلامة الإنشائية للمباني من جراء الحريق، وعقب التأكد من هذا الأمر سيتم على الفور القيام بعمل مقايسة لحجم الأضرار والأعمال الإنشائية اللازمة لإعادة المباني لأصلها، وسيتم البدء فورا في أعمال الإصلاح. بشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصان متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. وجولة رئيس الوزراء النهارده دكتور مصطفى مدبولي تفقد النهارده صباحا